نهاية متواضعة لجهد عامين من المفاوضات حول الأسرى. 1181 أسيرا فقط هم الذين أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بأنه سيجري إطلاق سراحهم على الفور وفقا لمخرجات الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية حول الأسرى والمعتقلين المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم والذي عقد بمدينة مونترو السويسرية. منذ أن بدأت نشاطها قبل نحو عامين لم يتم إطلاق سراح أسير أو معتقل واحد بناء على جهود هذه اللجنة التي تعقد اجتماعاتها بإشراف مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ففي الاجتماع الثالث الذي عقد في فبراير شباط الماضي بالعاصمة الأردنية عمان جرى الاتفاق على إطلاق سراح 1420 أسيرا ومعتقلا وهو رقم أعلى من الرقم المعلن عنه في اجتماع مونترو السويسرية. تراجع عدد الأسرى المشمولين بهذا الاتفاق يعود إلى دخول التحالف على خط هذه المفاوضات بهدف إطلاق سراح 19 أسيرا بينهم 15 أسيرا سعوديا وأربع أسرى سودانيون بالإضافة إلى أن أطرافا أخرى بينها المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة في الساحل الغربي عقدت صفقات جانبية ضمن هذا الاتفاق الذي يضم بالأساس طرفين هما الشرعية والحوثيين ما سمح للحوثيين بالخروج بنصيب الأسد من كل هذه الصفقات. المبعوث الأممي مارتن غريفيث أعرب عن أمله بأن تتواصل الاجتماعات للاتفاق على إطلاق سراح المزيد من الأسرى في إطار التزام الطرفين بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النزاع بمن فيهم المشمولون بقرارات مجلس الأمن. غريفيث اعتبر الاتفاق رسالة غاية في الأهمية حول النزاع مفادها أن طرفي المفاوضات بإظهارهما حسن النوايا والاستعداد لتقديم التنازلات يمكن أن تنجح المفاوضات السلمية في التفريج عن الشعب اليمني وبناء الثقة بعملية السلام، وإلى أن يبدأ الطرفان بإطلاق الأسرى المتفق عليهم في مونترو السويسرية يمكن للتفاؤل الذي عبر ويعبر عنه غريفيث دائما أن يصبح واقعيا لكن ضمن هذا الحيز فقط من اتفاقات ستوكهولم.